مساء الخير لكم مشاهدينا، مثل ما عودناكم دائما مع النقيقه انه عنده نقه خصوصي للدوله، بس الشكل اليوم النقه كثير قويه قد ما شايفتهم معصبين. مرحبا، يعطيكم العافيه، تفضل. اهلا اهلا، الله يعافيكي. اهلا، هلي هلي عم تصوروا؟ ايه نعم يا استاذ، عم نصور، تفضل. هلي عم تصوروا؟ عم يصوروا يا خيي. وين هي الدولة؟ وين هي الدولة؟ 10 اولاد عنده خيي، بلش مضطرين. شوف يا دوزيل، عم رشاش بقدو حزر وخلص، قدامش عنهم، قدامش عنهم. طيب لحظة يا استاذ، خلينا نبلش من اول، بعد ما عرفت شو هي اصلا المنقة اليوم. خمرة. لك يا عمي، ما تحكيش، خبرها. لا عمي، ما تحكيش. لك ما انت عم تقلي خبرها. شو خبرها وما تحكيش؟ انا احكي انا. يعني اجل مازال الكهرباء 28 ساعة الكهرباء. معقول؟ خي معقول خي، واخيرا عم تجي الكهرباء 22 ساعة. لك مش هيك، لك مش هيك المشكلة، لك غلط فهمت غلط خبرها. لك عم تنقطع 22 ساعة. عم تنقطع 22. الثانية 22 ساعة بغير بلاد الماو ماو بتصير هيدي، لك ايام الحرب بتصير. طيب عم دافعش عنهم، عم يعطوني انا انجا ساعتين. معك حق، ما رح دافع عنهم هالمرة. بدنا نعمل مظاهرات، نزلنا على الطرقات لنعمل مظاهرات، ما فيش ولا طريق فاضي، كل العالم مسكرين. طريق الجوب مسكرين، طريق البيع مسكرين، طريق عكار مسكرين، ما بنسكر نحن. طيب يعني هيدا هو المشكل؟ مش هاي المشكل، خبرها. لك يا عمي، ما تحكيش، خبرها. لك يا عمي، ما تحكيش، خبرها. لك شو قصتك خبرها؟ ما تحكيش. يا دوزيل، انا خبرها. خيي عنده 10 اولاد، مش عم ننام من الجوب. مش عم ننام من البرغس العصر، ابنه صغير حملوا البرغس زقوا من الشباك. بدهم يدرسوا الاولاد، ما في، كيف بيدرسوا؟ كيف بيقدموا امتحانات؟ كيف بيعملوا؟ لا عنده هناك وزير عنده رابطه، يعني هو الوزير المعني بالامر، رابطه عنده دار كبيره بالرابي، رحنا لعندهم نبورد شوي، عنده اير كونديشن. نعم الاير كونديشن شغال عندهم 24. رحنا بنعرف شو عملوا، شو عملوا؟ ما خلونا نفوت. ليش؟ هاي بغير بلدان بتصير. ما خلونا نفوت نبورد يا عمي. ليش؟ نعم. شو المطلوب من الدولة هلا؟ المطلوب هو الوزير، هن الوزارة مش صاحبة معه بنفس الوزارة. نعم يحكوا معه وخليه يخلي العالم لما بتبورد يروحوا يقعدوا عنده. مشش حدا. مزبوط، مشش حدا. لك طول بالك يا خيي، ماشي الحال؟ معقولة يا عمي كيف هالعالم بدها تعيش؟ معقولة كيف بدنا أدخت مش أدخت مش طول بالك. طول بالك لوين يا خيي؟ وين هي الدولة؟ على دولة ولد مضطرين يا خيي. فإذا مشاهدينا بنحب نقول له للوزير شخصيا المعني انه اذا هو مسموم بدنه وبده يربيهم لزملائه بالمجلس، الشعب اللبناني ما خصه يتربى بلا كهرباء، الاولاد عم بتصمت.